كيف كانت أول نسخة من لعبة ببجي؟ أهلاً في أبتكار. لاعبو النسخ الأولى من لعبة ببجي، هناك من يطلق عليهم جيل العظماء، فكيف كان شكل اللعبة ومميزاتها؟ قبل البداية اضغط لايك، هذا يساعد محتوى رقمي على الانتشار. أولاً اللغة، في نسخة ببجي الأولى والتي طرحت عالمياً كانت باللغة الصينية فقط، وكان عليك التكيف مع أسماء الأيقونات والأسلحة والتجهيزات بالصينية، ثم أضيفت لاحقاً اللغات من بينها اللغة العربية، الأمر الذي رفع شعبيتها في العالم. ثانياً خريطة واحدة، لم تكن هناك إلا خريطة واحدة وهي إرانجل، كان اللاعبون مجبرين على ممارسة نفس الخرائط، لم تكن هناك سان هوك أو فايكندي، مما شجع الشركة المطورة لاحقاً على إضافة خرائط أخرى. ثالثاً بطيئة وتطوير ضعيف، كان فريق التطوير بطيئاً وكانت اللعبة مليئة بالعديد من الأخطاء والتنهيج، مثل عدم فتح مظلة الإنقاذ أو عدم الوصول إلى الأرض والبقاء معلقاً بالمظلة أو حتى الالتصاق بالطائرة إلى ما لا نهاية، وأيضاً عدم فتح المنظار والعديد من الأخطاء التي كانت مثيرة للسخرية. رابعاً لا محاكي، لم تطلق شركة تينسنت نسختها من المحاكي ببجي إيميوليتور إلا في النصف الأول من عام 2018، وكان لاعبو ببجي يمارسونها من هواتفهم الذكية، الأمر الذي لم يشجع اللعبة على الانتشار في ذلك الوقت. خامساً لا مسدس إشارة، لم تكن هناك مسدسات إشارة في اللعبة، فكان على اللاعبين الراغبين في الحصول على الأسلحة المميزة مثل أوم مطاردة الصناديق التي تلقيها الطائرات بطول الجزيرة وعرضها، ووقوع العديد من المعارك الضارية للحصول على هذه الإمدادات. سادساً الإسكارلايت أو M24 أسلحة خاصة، صدق أو لا تصدق، فإن سلاح الإسكارلايت وبندقية القنص M24 كانتا من الأسلحة الخاصة التي تجدها في صندوق الإمدادات، حيث كانت لفترة البنادق المتوفرة M416 وأيضاً AKM. في النهاية شاركنا أول تجربة لك مع ببجي، متى كانت وماذا حدث لك في أول جيم؟ اقترح علينا في التعليقات أفكار لحلقات لنحولها لكم إلى فيديو. انتظرونا الأربعاء القادم وحلقة جديدة من أبتكار. إلى اللقاء.